السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ الحاج فواز الصياد بنفسه في بيتي؟ النهارده عيد ولا ايه؟ بص البكاش بقى وحركات، انا مش جاي لك انت يا بكاش، انا جاي اطمن على صاحبي. الوقت فين؟ عايز اطمن عليه. هصححهولك حالا، اتفضلوا. ازيك يا زكي؟ ازيك يا صاحبي؟ ايه ده كله؟ يا عم شيل عني الاول وبعدين ابقى اسال. امسك. اهلا 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 وسهلا. ما شاء الله بيتك جميل يا صفا. ربنا يخليك يا حاج. ايه ده؟ ما كانش ليه لازمه ابدا التعب ده كله يا حاج. ايه بقى الكلام الكبير ده يا عم صفوت؟ انت انا مال شكلك عجز كده ليه؟ انت اللي شباب على طول يا فواز. اهو في دي عنده حق يا حاج. هو احنا عارفين وهو اكبر مننا بكتير. يعني كان طبعا بس احنا مش عايزين نحسسه بده. ايوه ماشي ماشي يا حاج فواز، انا عارف انك بتهزر معايا عشان تخرجني من اللي انا فيه، بس الحقيقه فواز انا مش عارف اقول لك ايه على كل اللي انت عملته معايا. تقول لي ايه وتعيد لي ايه يا عم صفو؟ احنا قبل ما نكون اصحاب احنا والحمد لله اخوات، وربنا حاطط في قلوبنا احنا الاثنين محبه لبعض تخلينا نعمل اكتر من كده كمان. فاثر بقى وبلاش الكلام المتزوق ده، لان انا ما عملتش حاجه. الرزق بتاع ربنا، احنا يا دوب اسباب. واعمل حسابك انا هحتاج لك قريب قوي. تحتاجني؟ تحتاجني انا في ايه؟ انت مش مدرس اول قد الدنيا؟ ايوه فواز. ايه عايزني ادي درس لحد من ولادك ولا حاجه؟ تدي درس لحد من ولادي؟ ايه الركن ده؟ يا ابني انت هتدور مدرسه بحالها. هدور مدرسه؟ مدرسه ايه دي؟ صياد سكولز انترناشونال. بنساها بقى انا دايما. يعني انترناشونال. انترناشونال؟ انترناشونال ايه؟ انا مش فاهم حاجه. دوري يعني. دولي يا حاج. دولي. دولي؟ والله. فين يا ابني الواد؟ انا عايزين نطمن على الواد. قوم شوف النبي يا صاحبي. اتفضل يا عم. اتفضل. يا رب يا ساتر. نورت البيت. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا يا حاج. ازيك يا حسنات؟ تسلم من كل راجل. لو قلت العم يجي يتغدى معانا النهارده بمناسبه مشروعي الجديد، وقفته جنبي لعمري ما هنساه طول عمري. جمايلك كترت علينا قوي يا حاج. اها مفيش جمايل بين الاهل يا حسنات. وعمري ده بالذات في مقابي بيفوز بالظبط. تسلم وتعيش. هحضر الغدا. وبضغط يا عم مش قادر. بس لو تفرد وشها شوية تبقى زي الفل. معلش يا عمي برضه شالت هم كتير لغاية ما تحب حلو. والله يا ابني ما ادتش حد فرصة يشيل عنها. بس كويس قوي انها غير زي ما انت بتقول، يمكن نقدر نعوض اللي راح. يا صفوة طول عمرك دودة كتب. ايوه يا سيدي. بس يا ريتها نفعت في حاجة يا عم فواز. أي حاجة قريتها أو اتعلمتها لازم هيجي وقت وتنفعك. بص يا زكي، مش دي الصورة اللي اتصورتها في الاستوديو اللي قدام الجامعة؟ فاكر؟ أيوة. يا أنت لسه عندك الصور دي؟ الصور دي زي الكتب، حتة مني ومن البيت، جزء من ذكريات حلوة عاشت معايا طول سنين الغربة. عارفين؟ الصور دي كانت بتهون عليا كتير أوي. الواحد كان شكله غريب برضه. كنا على طبيعتنا يا فواز، على طبيعتنا قبل الدنيا ما تلبسنا وشوشها كتير. والله كانت ايام حلوه يا اخوانا. فاكر انت كنت عامل ازاي يا فواز؟ كنت اشقى واحد فينا. كنت مدوخ نص بنات الجامعه والنص التاني بيشاور عقله. يا عم الحمد لله كان شقاوه وربنا تابع لنا منها الحمد لله. بس كانت احلى حاجه ان وشك وقتها كان بيضحك على طول زي الشوارع اللي كانت رايقه، وشوش الناس اللي كانت بشوشة وبريئة قبل ما هرم الزمن يعلم عليهم ويسرق أحلى ما فيهم. بص في الصورة كويس هتلاقي فواز، فواز بتاع زمان. حلو، فكرة هايلة.
مين فيكم اللي قفشتها؟ انا يا اخويا، وجريت على قمر عشان نشوف هنعمل ايه. وانا قلت مفيش غيرك هيحلها، فجينا لك على طول. ابويا فين دلوقتي؟ استنى سجله على رقم 5، ادوس دوسه طويله يروح طالبه على طول بدل ما ادور بقى على ده. شاطر يا اخويا ما شاء الله. يعني ايه يا اختي؟ حاجه كويسه. ايوه يا حاج. ايوه انت فين يا عم؟ فين؟ ازاي يعني؟ لا بس اصلها يعني حاجه غريبه شويه. طيب ومطول كمان؟ ده ايه الرياضه ده؟ طيب خلاص خلص وكلمني. ماشي. السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه يا أخويا ماله؟ أنت عارفة أبويا فين دلوقتي؟ فين؟ عند أمك. أمك؟ لا مؤاخذة يعني معزوم على الغدا. إزاي؟ مش عارف. أنا جات لي فكرة. إيه؟ إحنا نروح ونحط عليهم. لما هنتقابل هقلكم وين راح نشوف بعض. تمام يا كبير. لحظة واحدة. ايه ده؟ ده فواز هيكون عايزك في ايه؟ ده النهاردة اجازتنا. رد عليه بسرعة. الو؟ ايوه يا حاج. الحمد لله. لا ده انا في مشوار رفيع كده. ايه في مشكلة في الشغل ولا حاجة؟ لا شعبان معايا هنتقابل فين؟ امتى؟ طيب يا حاج خلاص. هنيجي وراك على طول. لا مش هنتأخر. على طول. مع السلامة يا حاج. مع السلامة. ما قالك شو بده؟ الراجل ده يا إما مجنون يا إما أهبل. هتخلص هتسوي في إيه؟ عايزنا أنا وأنت نقابله في بيتنا على الغدا. يا نهار أسود، لا يكون حاسس بحاجة ولا حد شافنا. يا جماعة ما في داعي للتوتر، خليكم ريلاكس طبيعيين، روحوا شوفوا شو بده وساعتها هقلكم كيف تتصرفوا. ريلاكس؟ هي فيها ريلاكس؟ ليه كده يا دلال؟ حد زعلك في حاجة؟ ولا في مشكلة مضايقك هنا في الشغل؟ ولا عشان اتعصبت عليك شوية؟ لا حضرتك، يعني هي أسباب كده عائلية يعني، وأنا أحب أخليها لنفسي. على العموم براحتي يا دلال، كل واحد أضرب ظروفه. بس أنا صعبان عليا المدة اللي قضيتها معانا هنا، اتعلمت فيها كتير، ومرتبك اللي زاد، والناس اللي أخدت عليهم أخدوا عليك. معلش. أنا برضو صعبان عليا، بس أنا يعني عيشي واقف لحد هنا. عامة بيع حسابك اللي عندنا اهو، وفي اي وقت احتجت حاجه اعتبري المكان ده مكانك، وربنا يكرمك في اللي هتعمليه. اتفضل. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه جميل، ايه تعمل؟ حرام ولا ايه؟ صدق حرام. يلا بقى يا خالتي الاكل هيبرد. الملوخيه السخنه هي يا ولاد، يلا اغرفوا وكلوا بالهنا والشفا. الله، ايه الروائح الحلوه دي يا مرات عمي؟ مطرح ما يسري يمري يا حبيبي. عمتك راضية عنك قوي. ربنا يستر ما تتحولش، اصل بتروح وتيجي. انا مش عارفة اقول لكم انا مبسوطة قد ايه باللمة دي النهاردة. هي الحاجة كده ما بتيجي فجأة بتبقى زي السكينة في الزبدة. انا يا حاج بقى مش مصدق وداني لما كلمتني. لا قلت لي ايه؟ هنتقابل هنا كمان. يا سبحان الله يا سبحان الله، احنا قلنا ان فعلا في مصيبه. يا عم اعوذ بالله منك، انت على طول كده يا اد. لا انا بحب اللمه، اموت في اللمه، نفسي بتتفتح على الاخر. يا سلام، بالذات بقى ما عرفت ان ابويا الحاج سبقنا على هنا. عمرو قص الصمي ما اجي معاه، فما رضيتش اكسر بخاطره. يكبر بخاطرك يا ابو الحاج، ده عمرو ده بيموت فيه وملوش سيرة غير سيرة عمه وطيبة عمه وشهامة عمه وقلب عمه وابن عمه، ملوش حاجة.
الدنيا وما فيها يا سيد الناس. الاكل هيبرد يا حاج، مدوا ايديكوا بقى. مش هتنزل النومه اللي انت قاعده وسطينا. لا لا انا هاكل بعدين. تاكلي بعدين ايه الكلام ده؟ تعالي اقعدي هنا. تعالي مكاني. اقعد فين؟ انت تقعدي هناك اهي. لا 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 خليك يا حاج مستريح، ده انا فرحانه باللمه الحلوه دي. خلي قلبك كبير يا حاج. قلبي ايه وبتاع ايه؟ يخرب بيت قلبي اللي كبرته لحد ما شاف. الله ما تمد ايدك يا ابو الحاج، انت مكسوف ولا ايه؟ مكسوف ده ايه؟ ده هو ما بيحبش غير اكل ام الله يرحمها واكل مرات عمي. يقول لي سبحان الله ده فواز فوله واتقسمت نصين. انا قلت كده يا فواز؟ اتقل بقى. انت هتتكسف ولا ايه يا حاج؟ هو في حد غريب؟ حطي لابو الحاج منامه قدامه علشان باين عليه انه مكسوف. مكسوف؟ هيتكسف من ايه يا بنتي؟ ده بيته. كل يا حاج. مش واكل الا لما تقعدي معاك. حاضر. يلا يا جماعه نسمي كده بسم الله في نفس واحد وندعي ربنا انه يديم علينا النعمه دي ويحفظها من الزوال ويديم المحبه اللي بينا ويقويها يا رب. امين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قلت أكيد جاي من الشغل تعبان وما تغدتش. قمت عاملة لك لقمة بإيدي. لا ما أنا أصلي هستنى حياتنا نتغدى سوا. قبل حياتك شكلها هتتأخر، وبعدين ما ينفعش تفضل قاعد كده من غير أكل. أقول لك على حاجة، مقمقت العين في الجرنان وأنت على لحم بطنك تدوخك وتتعب لك نظرك. هات الأكل يا سماح. يا رب أكلي يعجبها. الله، هي ليه ما عملتش الأكل النهاردة؟ ما لحقتش، هي دوب صحيت من النوم قامت نازلة طوال. تحب أعمل لك حاجة تانية يا أستاذ علي؟ لا متشكر أوي. بقول لك يا سماح، انت قلت ولا لسه؟ الحمد لله. افصص لك؟ دمك يا عسل. عامل ايه بس؟ الشاي. تسلم ايدك يا حياه. تسلم ايديك يا حياه. اتفضل يا اخويا. بس احنا عايزين نشرب الشربات بقى. ليه؟ هو انت ناوي تتجوز تاني يا حاج؟ قول يا عاشر. في حاجة يا نهار؟ لا يا حاج مبروك يا اخويا مقدم. الله يبارك فيك يا حبيبي. يا حاج طب فهمنا بس شربات مين؟ بصريح العبارة كده وفي وسط اللمة والدفى اللي أنا حسيت بيه هنا طقت في نافوخي فكرة قلت الله. طب ما الفكرة دي تلم الشمل وتصفي النفوس وتوصل الود اللي قطعه الزمن. فكرة يا حاج شوقتنا. أنا أقول لك سلو عيلة الصياد على مر العصور والزمن. أبويا قشرة. ايوه الست لما يموت جوزها اخوه اولى بيها. فانا جاي اطلب ايد مرات عمي لابويا ونلم عيش على ام الخير ونفرح بقى. استني يا اختي قبل ما تفرحي، عيشك مين يا قاري انت وام الخير مين؟ وبعدين بقى انا من عيله الصياد عمري ما سمعت عن السلو ده. اتقل بس انت. امي تتجوز عمي؟ ده لا يمكن ابدا. ترى ايه يا جماعه؟ ما نسمع الكلام للاخر. يا ابني اصبر. انا نفسي اول ما سمعت الفكره في الاول اتخضيت. اه والنبي يابا اتخض. انما ما دورتها في دماغي لقيتها سليمه 100%. ازاي؟ اقول لك، ابويا راجل وحداني ومرات عمي ست وحدانيه وغلبانه ومنكسره وضعيفه، واحنا ولاد عم. صحيح كان بينا مشاكل لكن ربنا قدر انه يزيلها، والرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ما تصلوا عليه. عليه افضل الصلاه والسلام. من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وانا ابويا الحمد لله في استطاعته كتير وصام اكتر. يا عم انا عاوز اصوم، انت مالك؟ الصراحة يعني يا حاج انت ما بقتش حمل صيام ونشفان ريه. لا يا اختي الصيام صحة بدل ما يجيني حلو. ما تروق بقى الله يرضى عليك وسيبنا ظبطك. اللهم شكلها عاجبك. هي الست ايه غير اكل هنية تسري وتمري في البدن. ايه انت بتقول ايه يا حاج؟ ايه اللي انت بتقول؟ ايه في ايه ياما؟ متردده ليه؟ ده حلال وشرع ربنا. حد يجي له
كان لحد عنده ويقول له لا. ايوه بس الموضوع ده محتاج تفكير وهدوء في الترسينة. لا سوء تفكير ايه سوء؟ في حد هيخاف على امك زي عمك؟ الله يفتح عليك، احنا ولا نفكر ولا يحزنون، احنا نتوكل على الله ونقرا الفاتحة وتحت امرك يا تسوقي من جنيه لاي رقم انت عايزه. ده الحاج منعم الصياد ومرات عمي حماتي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، نقرا الفاتحة يا جماعة. ايوه بس تقول لك بس صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. مبروك يا نهار. يبارك لك يا اخويا ان شاء الله ويتممها لك بخير. ومين هيتجوز مين يا ابني؟ انا مش ممكن اوافق على الكلام ده ابدا. شغل الثلاث ورقات والتدبيسه اللي عملها لنا عشان يورطنا في قرايه الفاتحه مش هيجي معايا. انا امي لا يمكن تتجوز بعد ابويا ابدا. ايه ده عم فريد شاوي؟ بطل جعجعه فاضيه. انا مش عارف اساسا انت موافق ازاي يا ابني. مين قال لك ان انا وافقت؟ انا لسه بفكر بقلبها في جمجمه شعبان. بتفكر في ايه؟ هي دي محتاجه تفكير ولا هتعمل لي زي العيل الصغير لهبل ابو رياله اللي فرح بقرايه الفاتحه وقعد يقراها معاهم؟ يلا عمرو بيدور على مصلحته واحنا كمان لازم ندور على مصلحتنا ومنظرنا قدام الناس. ياد لما يكون معاك فلوس محدش هيشوف لك عيب واحنا اول حد امه تتجوز. بقول لك يا تسوي انا الكلام ده مش داخل نفوخي اساسا. بص يا شعبان لازم نهدى كده ونفكر بالعقل ونشوف المصلحه فين. هات له شاي يا ابني. انا يا استاذ دسوقي. شكلها جايه معاك الجوازه ده يا تسوي. عايزين نستر امك يا شعبان. مش احسن ما تهرب تتجوز من ورانا؟ اسكت يا شعبان. تهرب؟ يا نهار اسود. قلت لا اله الا الله. شكلك مش مبسوط. مين اللي قال كده؟ ده انا مبسوطه قوي. بس بصراحه كده يعني مش عارفه ما اخافش. ما اخافش من ايه؟ منك ومن جوازاتك الكتير. تاني الكلام ده؟ هو انا في عيب انت مش قابلاه؟ ما هي المصيبة يا اخويا ان انا مش شايفة منك غير اللي عاجبني وبس. الله. يعني الود واصل رايح جاي وبعدين بقى. الله 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 لا اله الا الله وسبحان الله. طب احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ نكتب الكتاب وعلى البركة. النبي ما انا عارفة انت عملت فيا ايه. زي ما تكون خطفتني كده او خليتني اديها تنده. على طول كده قلبي بيدق وحاسه ان انا مرفرفه وروحي في السما. انا مش عارفه انت عملت فيا ايه في الفتره القصيره دي. بسم الله ما شاء الله. ربك لما بيرضى على عبده يوم يعمل له ايه؟ يوم ينور له بصرته ويدله على السكه اللي منها يوصل لقلوب الناس. وكله بما يرضي الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. مبروك يا عروسه. بالرفاء والبرين والف مبروك. من قلبك؟ طب ده انا مش شايفه يا بس.
انما ايه المزاج والدلع ده كله؟ انا على طول معاك يا نهار ببقى مزاجي عالي قوي قوي قوي. يا اختي الكلمتين دول كانوا عايزين يتصوروا صوت وصوره وافرجهم لجوز القرشانات اللي قاعدين لي بره دول. في مالك هو الجوز القرشانات دول؟ ده وقتهم دلوقتي. لا مش وقتهم. تعرف كل مره ببقى في حضنك فيها بحس كانها اول مره، بحس بوجودي معاك، بحب ضعفي معاك، بتمنى اعيش العمر كله تحت رجليك يا حبيبتي يا نهار. ده انت بقى اللي مزاجك عالي النهارده. مش بقولك حته منك. في حاجه كده يا نهار كنت عايز اطلبها منك، ان انا عارف انها بايخه شويه. خير يا حاج؟ مالك؟ خير طبعا ان شاء الله. انت اتخضيتي ليه كده؟ مفيش حاجه. أنا أصلي كل ما أجي أصلي ألاقي نفسي أروح مصلي ركعتين شكر الأول. ليه؟ بحمد ربنا، بحمد ربنا على إن عندي زوجة، ربنا رزقني بزوجة كاملة، عاقلة، حكيمة، مستوعبة، فهماني، حساني، بحمد ربنا. أنت يا نار الكلام الحلو ده يا حاج؟ طبعا ده أقل حاجة أقولها لك. وعشان كده لما جيت أجوز أبويا فكرت في أمك، قلت أكيد أنا عايز إيه لأبويا؟ عايز واحدة ست عينينا تصونه، طيبة، جدعة، تحسه وتفهمه. قلت أكيد أم نار، لأن فيكي منها وفيها منك. وقد كان. ربنا يخليك لي يا حاج. بس وبعدين؟ وبعدين كنت عايز منك ايه؟ كنت عايزك تفتحي الاوضه اللي تحت وتخلي زينب توضبها. الاوضه الرابعه اللي تحت ليه؟ انت اتجوزت؟ امال ايه؟ هنقف نتفرج حاطين ايدينا على خدنا؟ ما خلاص يا اختي اتجوزها يومين يا حبيبتي وهتلاقيها داخله عليكي زي القضا المستعجل. هو لحق يفوق من اللي فاتت علشان يجيب لنا واحده غيرها؟ طب عارفها امتى وفين دي؟ يا اختي بدل ما انت عماله تهري وتنكتي في روحك فكري شويه. نفكر في ايه؟ واحنا لسه هنفكر؟ احنا نقف قدامه ونعلن الحرب لو ما تراجعش. يا اختي توكسي عليكي. طب قولي لنا انت يا انهار يا عقله بتفكري في ايه؟ هنعمل لها حفلة استقبال الأول وبعد كده ربنا يفكها. حفلة استقبال؟ حفلة ملوكي؟ لا دي ملوكي ملوكي. أنا مش فاهمة أي حاجة. إحنا بقى دورنا عليك عشان يا أهلا يا أهلا. بس بالأول ممكن نتعرف على حضرتك وحضرته؟ مين بتكونوا يا أوادي؟ تقدر تقول كده ان احنا وسط خير بينك وبين ناس تقيله قوي يهمهم زيك انهم يخلصوا من فواز السياره. بس من حقي اعرف مين اللي هالناس وليش اختاروني انا بالذات؟ الناس دي ليها رزق بلقمه عيش معطلها من السيارات
تقدر تقول كده عليهم بنفسهم في السوق. وخلونا ندور عليك لما عرفوا اللي بينك وبينه، ولما عرفوا كمان انك مالي ايدك قوي من ولاد عمه، وانك محروق منه على الاخر، وانك كمان بعت شقتك بسببه. ده غير جوازه من بنتك وطلاقها منه. شو هيدا؟ عملتوا علي استخبارات ومخابرات وجبتوا قرار العيلة وعرفتوا كل شيء. تسليم بيه اللي سكتهم واحدة لازم يتلم. قلتلي شو سكتنا يا قواتي؟ وشو المطلوب مني؟ يعني انت محتاج لنا زي ما احنا محتاجين لك بالظبط. طيب انتوا محتاجين لي ليه؟ وانتوا بتقدروا عليه والناس تبعكم؟ ميسيو سليم، الناس تبعنا ما ينفعش يظهروا في الصورة خالص، عشان كده هم اختاروك. ده ربط الكلام. هيك الشغل ابتدى. ماني توكس يا هويدي. وأعصر الطرق للوصول لإله هو أبوه. وبهالجوازة منكون عدينا كتير، أبوه صار بحضنكم وهو تحت عيونكم، وهيك حنعمل كل اللي بدنا إياه. تأخذنيش يعني يا باشا، أنت عايز تحقق اللي بدك إياه أنت مش اللي بدي إياه أنا. ولك يا حبيب قلبي شو الفرق؟ ما إحنا كل واحد فينا بيدور على حقه. الحق ده يرجع بجواز أبوه من أمي. على طاولة القمار يا آدمي الورقة منها بقيمة رقمها، بل بقيمة احتياجك لإلها، وإحنا دخلنا جيم ولازم نستفيد من كل ورقة توقع بإيدنا. إمكان إيه وبلاي ستيشن إيه؟ أنا مش فاهم حاجة، عايز أفهم. بسوقي ركز معي، أنا عم بفتح مشروع كبير هون، بمجرد ما أفتحه حتكون أنت معي شريك مش عامل. مشروع؟ مشروع يا باشا؟ حلم منه واقف لي فيه غير فواز الصياد، ويوم ما يتحقق ما رح يكون في اسم للصياد بالسوق، وحنكون احنا ملوك السوق. يا ابني اللعيبة. يا باشا شوقتني، قولي هنعمل ايه؟ اعمل اللي بقلك عليه وبكرة بتعرف يا تسوقي. حرام عليكي نفسك يوم، انت لسه زي العمر، ما يغركيش حبة الشعر الابيض اللي طلعوا بالغلط، ولا شوية الصحة اللي خسعوا سنة. لكن العمر لسه قدامك، ليه عايزة تدفني نفسك في وحدة ملهاش طعم؟ مش المثل بيقول الحي يبقى من الميت؟ خلاص ما تبصيش وراكي بقى، بصي قدامك ياما. صدقيني ده انت ضيعتي عمرك في شوية وهم فاضي ومشاكل، سبتي نفسك لكلام عيالك. وبعدين يما، وبعدين يا حسنات، اتفضل اتفضل يا حاج. ربنا يستر. انا قلت اجي اتكلم معاك بعيد عن دوشه العيال. اتفضل يا حاج، دقيقه واحده مش هتاخر، هي دقيقه واحده. خد راحتك. ليه عايزه تدفني نفسك في وحده ملهاش طعم؟ مش المثل بيقول الحي يبقى من الميت؟ خلاص ما تبصيش وراكي بقى، بصي قدامك ياما. صدقيني بجد يا عم حقيقي، لا احلى خبر سمعته في حياتي بجد. انت بتشتغلي؟ اكيد بتشتغلي صح؟ بشتغلك ايه، بقول لك دفعنا التامين خلاص، يعني خلاص كلها كام اسبوع ابقى اهم راجل اعمال في الجامعه. طب وايه ده، وعمك صالحته؟ مش كان في مشاكل ما بينكوا وبتاع؟ ما خلاص المشاكل اتحلت، وبعدين انت عارفه عمي اصلا هو بيحبني ونفسه يساعدني. كويس الحمد لله. انت عارفه يا دينا، نفسي حلمي اللي انا اعرف ارد له الفلوس اللي هو اديها لي، يا رب بس يقدرني واقف على رجلي كده وارجعهم. على فكره بجد يا عم انت تجنن في كل حاجه. انت عارفه انا مش عايزه اكتفي بموضوع الاكل والشرب اللي في الكافيتيريا دي. اساسا الكافيتيريا هيبقى فيها ايه تاني غير اكل وشرب وكده؟
يعني ممكن مثلا نجيب مكنه تصوير وتغليف كمان. ويا سلام بقى لو عرفنا نجيب مكنه كمبيوتر، اي بقى حد عايز يطبع حاجه في السريع ومستعجل نطبعها له وكله بحسابه. طب استنى كده لما الدنيا تشتغل شويه. ما هو عشان نشتغل لازم نبقى مختلفين عن اللي موجود. وفين الاختلاف بقى؟ اذا كان اصلا قدام الجامعه مفيش اكتر من الناس اللي عماله تصور وتطبع وتغلف، ما احنا مختلفين في ايه؟ يا هبله الاختلاف اللي احنا جوه. يعني مثلا لو واحد مستعجل وعايز يطبع حاجه هيطلع بره؟ لا يجي لنا، احنا بقى نظبطه بسندوتشات وعصاير وكده. انت ايه يا اخي؟ انا بحلم بس على قدي. انا مش موافق على الجوازه دي ولا على لعب العيال اللي حصل. احنا ناس كبار ولازم نحسب الحكايه دي. ايوه هو كده بالظبط. اول ما تيجي اقول لك كلمتين دول خبط لزق ونخلص بقى. خبر اسود بقى على اخر الزمن هتجوز حسنات. حسنات راحت فين بنت السيئات دي؟ لا مؤاخذة يا حاج إن كنت اتأخرت عليك شوية. تشرب إيه؟ أنا مش جاي عشان أشرب. إيه ده؟ معقول؟ خير يا حاج؟ في حاجة؟ لا أصل زي ما تقولي الوردة خلت عيني. عينيك هي اللي حلوة. أصلي لمؤاخذة يعني تهيألي إن حضرتك يعني متلخبط شوية. ده أنت اللي اتبدلتي خالص. تحبي تشرب إيه؟ تحبي تشرب قهوة؟ قهوة؟ أنا بقول نشرب شربات. أصل نفسي رايحاله قوي اليومين دول. ولا إيه؟ مش برضو شربت؟ ربي ما شربت شربت. لا يا حاج كتير قوي اللي انت جبته ده. وبعدين على فكرة انا مجهزة نفسي من الابرة للصاروخ، يعني كل ده ما كانش ليه اي لازمة. ما تبقيش حساسة كده، مفيش حاجة بتخسر، زيادة الخير خيرين. انت شفت اصلا اللي بيجرالي؟ ما قلنا ما بنسلمش. الله احنا كتبنا الكتاب. صحيح. لا طالما بما يرضي الله نشوف. يا نهار ابيض ايه ده؟ فيه ليه كل ده؟ شفت ايدي بتترعش ازاي؟ كل ما احس ان الفرح خلاص ميعاده قرب اخاف قوي وقلبي يتخطف كده، وكمان بكشف جلدي. تكشف جلدك؟ اوعي تكشف جلدك ابدا، اعتبريها زي شكه الدبوس. ماشي ما انت خبره. لا اله الا الله، ما تخلينا ماشيين جنب الحيط. بقول لك ايه، مدي لي كده في الشنطه دي وقولي ايه رايك. الله يا حاج دي ذوقها حلوه قوي، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. بس والنبي كلفت نفسك، ده الحاجات كتيره قوي. مفيش حاجه تغلى على مرات الحاج فواز الصياد. حط دي في دماغك. ها وبعدين الحمد لله احنا ربنا كرمنا قوي. ربنا يزيدك من نعيمه يا حاج ويسعدكم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اتفضلي يا حبيبتي. تعالي يا ست الحبايب. احنا كده بقى جاهزين، وبكره ان شاء الله نفرح هنا شويه وعالبيت. لا شويه ايه بقى يا حاج؟ دي اول فرحتنا ولازم نفرح بيها. طب ما انا بقول نفرح هنا شويه. لا يا حاج شويه ايه؟ ده احنا عايزين فرح وهيصه وزفه تقلب الحاره. ما دام بما يرضي الله على البركه. ايه ده؟ يعني انت فعلا يا حاج موافق ان احنا نعمل فرح؟ من بكره الصبح هتلاقي الصوان منصوب في الحاره، والنشاره ماليه كل الارضيه، والكراسي مترصصه جنب بعضها، ناس وش بعض كده، والنور جاي في الحاره كلها من اولها لاخرها. وربنا يا رب يكملها علينا بالستر ويديم علينا النعمه. قولوا امين. امين. زغلوطه بقى.